السلام عليكم مع معلومة جديدة إن شاء الله تكون مفيدة للجميع. يعني رايح نقدمكم أيضا هنا خلطة جديدة فيما يخص يعني غيار الريش. نعرف بأن موسم غيار الريش هو موسم يعني يكون فيه الطائر يعني يكون نوعا ما ضعيف أو يكون يعني في مرحلة يعني ضعف، ونحن كمربين يجب علينا تقديم جميع يعني الغذاء اللي يكون مفيد للطائر خاصة في هذا الموسم. يعني أنا في هذه الخلطة يعني راني بديت في هذه الخلطة يعني على السريع نعطيكم يعني المكونات تاع هذه الخلطة هذه، اللي تعتبر مفيدة وقوية جدا خاصة في هذه المرحلة. يعني أنا جبت يعني الكسكس يعني سمول، وراني بشرت يعني حبة جزر، والبيض المسلوق يعني بياض البيض وصفر البيض يعني بشرتهم مع بعض. وأيضا رايح نقدم الباتي الفلاي، راح نزيد فيها هنا زيت الزيتون أيضا. أيضا هذا الشيء مهم ومهم جدا، وهو حبوب الطلع أيضا نستعملها في هذه الخلطة. ونستعمل أيضا تانيك يعني لابيرل موربيد، هذه خلطة لابيرل موربيد مع السيكانز. يعني قلت على السيكانز وسوى شهية في الفيديو السابقة، تعتبر خلطة يعني مفيدة ومفيدة جدا وغنية بالفيتامينات والمعادن، هذه قوية يعني قدمها في فصل غيار الريش لتعطي والتي تعطي طاقة يعني وحيوية للطائر. يعني أنا عندي بزاف هنا العصافير، يعني درت كمية كبيرة شوية، ولكن نتوما على حساب العصافير اللي عندكم، هي وهي حسب العصافير. وشكرا. هذا هو يعني الشكل النهائي للخلطة، ورايح نقدمها هذه يعني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. وشكرا.